بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم. الهراء وحال ليس ويدين اه بور هيبه يبور ايله كيبه ريمك ايضا ان والعلم كوبان مركان بحيو لبضو بوالاقو هوري ان مقع مركان الله بحينا يو وحا بحيو ددك و اهل كا يا بحيو هذي قوبتا هاي ادو شخصية هاي مثلا ادو شخصية هاي اباها يهويضا يا بحيو مركو المها يدشان هبل ام هبلايو اي يدهدان سيدا سلامي دي قوبتا ددكي ووري مركان سودقا اما مارتي جوغي ayaa magaca marka hore baxsada wayahay dadkii ugu horreeyey bacdima aan niri waa halkii uu aadam u ku soo degay aan niri dadkii ugu horreeyey haddaba maxay dhihi jireen waxay dhihi jireen buurtii aw eeden iyo awi hawa bimacnaa waa lahjad af-soomaaliga ka mid ah waa buurtii أوغينا آدن إي أييدينا أما معويدينا حاوة وأبكى آدن إيو أو تحاو بورتو دي بمعنى ومركي ميشو غوريس دقين وألا أنا شهادت كي لقيه لا يو سيدا أنا غوصو شاقي كيلي بدي خوري حتى بورتي أو آدن إي أو هاو واحد بدلي بور هيبة هذا بمعها هيبة مكان بارني وحنسوق عني إنه يهي مقع صومالية حل قاس هذا هيبة اللي يراه ذو أيا بقر كاها بكوري بقر جدي بكوري ولو في سادو مقع هذا صومالية واسكو وضمت ملكست اي جوغان ويسوافقان ملكست اي جوغان ويسوافقان هدو ان اف دي جوغو هدو جوغو صومالي قلبي هدو جوغو اي ملكستو دلخ كميدا هدو جوغو هيبه جيد با مركاسي ايا قرنية دي دنبه افراعينا دا صوبحي بغور جيد دي آبو جيد دي بابو وجيد جيد دي geedi aabo geedi adigoo yiraahda unbay la mid tahay marka geedi baabow geedi aabow aan ka gudubno marka magacii aan u soo laabano buur heybe kadib waxaa soo baxay haddana buur eyle oo ah qowmiyaddii halkaas lagu yaqiinay ee iska lahayd ee ku nooleed weeyaan ما قوميدي هالكا سو دكتي ما قوميدي هالكا سي جوكتي اي كل لالتي اي لحيد وي معنى مقعي هذا با هيبي مقعي دو تغير با كل مثلا هذا الكيسا شيء لوغو مقع دراي قف بن آدنا وبدين سيدا مارتي حرور كي هبل اي المغليسا harur oo nin magacis loogu magac daray ayaad arkaysaa marka dhinacaas iyo waqooyiga aad aadid waxaad maqlaysaa meel kale ashyaa kale oo loogu magac darayo shaqsi loogu magac darayo sidaas la mid ah buurtan heybe ayaa loogu magac daray heybe haddaba boqor hore waagaas jiri jiri ayuu ahaa ee ka horreeyey geedi baabo iyo fayla arrow iyo boqortooyo badan ka horreeyey aan weliba taariikhyada wax taariikhahanada waxay sheegaan ay maartay xilligii faraacinada xataa inuu kasii horreeyey waayo sababta ugu horreeyey waxay tahay xilligii aadam calayhi salaam oo meeshan joogay ayuu maartay kadib ayuu soo baxay oo adigu ku dhowaad intaana maaragtay halaagii ama maaragtay duufaantii weyneed ee nebi nuux intaysan dhicin
وهي مقعدا أن هلك كوجود ويدين تحكت أن وجود نبي آدم عليه السلام أن كليب كارا وحنكو أرقني قبري آدو لير من سلاسو أولارا تتيهور آدو أولار ليراين آد بين نوغي حجم ويناين حتى حلقي دمبي حتى مارتي ودونتي نبي نوح عليه السلام انتي كوهرتي إلهي بالبادي يا مارت هذا المسنا دجان كعصوب سميستين سود دقي هذا المركلة لما على دجان عصوب مركلة كل كوب بلارنا وس مارت ووس كوب ضفرنا بلاهن جوجوي أما بيهن مارت كل كوب الحياة ما يسنجرين سد هالكالير هذا باب المندب يا ما قبة الخراب هالكير هذا يمن وس كل جناين كل وس كل جن أيوها لكن حل الدم سكست وعاته أما دفانه ذي يوحي مركا هجويين أما عن هالوجو هالغفرة ومركا كدي بنبي فرم ما هقول أهان وبالسكوب مريجري كو وكو وينين دكي هرة نبي أنا عليه السلام قبر جيسة حلوة الماما لحدا باع أما سحل أما لدن نقول بسيط وقرنا يا أذوا إلا تضبات فيت ملاز ويان وأدو ديرا ذات يهرا بكتاس ودي ديرا يا إلا غم عاد خم ثمود لقصو قارو ذات يهرا لن ويدا ديرا يا وحال أركي ساعة مركز ديب وفرست تاريخ له قوم بقوم كي أكهري وكسر ديرا قوم بقوم كي قدم بي ويسيقى قابينهن إمي كدتك وسير يرانا يعني. مر بمر كدم بيش وسير رانا يعني. إمي كدتك كين أقول لي روح وقارة يا إلا الله متر تضوات في دو حلقات لي أفر متر ملاس حلقات لي أما كل اللو مركا وحوص بالوصي سعنا يعني. أن سلاسة هاي دكتي هرة وين جوا وين هاي قبورها غار مركها تكتت واحد نودا إن آدو قديرهين قبوري عادي جها سل أن قبورها كويا لا أن كويا لا لازجيل ماها لقح نبي جلي أما لقح كرة مركها تكتت أنك سمعت أن دوحة لين عيسى كله وحكوية لان قبور آد ولا لير سيدا سلم إذا أو برغض لملك التمادي وحكوية لان قبور آد ولا لير أي هجرة وذاتكي هوري ماها واحد اسكسمي ماها ماشا الاسكدق دقل ميالي إذا هذا ميالا بضان دل كميد ويجرة قبورها سيساس ولا لير يعني ملكة تكتيد حيبتن ورشيق حيبتن إيشاق ورشيخ مركا تكتيد هالك اللي يرادو وانا الحسوسين هالك اسل حيبتا قوب كلا ايا جيستا وايادنا معرتي له قبور آد ورادير كويا لان سيدا سلام إذا سومالي قلبت مركا تكتيد ويجران قبور آد ورادير قبوري هي كلا عادي قها ايا جرا وميلا بدن بيا لان مركها تكتي حرلا أو كلا مثلا دريد لو إني أروح شرطة ما لبضن بورتن مبلغ بورتن أقول تتك أقول ما أنك كهاي هاي رئيسن ها قوسن تاريخ بلارن باس الله رندة وهذا الدح ده وأحبضن هولو بضن كسعدان وقالوا مارتي عدان كفرنسيسكي يا أوب بالله مارتي ترينين بقى كسعودة أقول لك ترينين كم سعودة أبى لغض قدرنا تندون ير تنبوجي ير تندو أما تنبوج ير ير أيا لقد استمشي هول بقى كسعودة نحن إننا أسكون مشغول سن إننا أيا أسكون مشغول سن
annagana waa laynagu mashquulsan yahay, bal maankaaga gel intaa yar. Innaga waa isku mashquulsan lahay, innagana dad kale ayaa nagu mashquulsan. Labadii isdagaasha mid saddexaad baa jiro ka dhex faa'iidaysta, ama ha ahaado kii abaabulaya ahaado, ama mid markaas dagaalka dhacaya wixii kale uu guran karo samayn karo uu samaysto. Talyaaniga wuxuu yidhahdaa fra due litiganti il terzo gode, laba markay isdagaasho le troisième qui va profite, kan saddexaad baa ka faa'iidaysanaya. Laba markay isdagaasho mid saddexaad baa jiro ka faa'iidaysta. Hadda kii saddexaad baa socda ogaada, aqoon baa loo baahan yahay iskaga dhicisaan waxaas, waaye intaa uga hara marka warcelintaas. Weydiinta xigta, dadku waxay yidhaahdaan Nebi Aadan calayhi salaam wuxuu ku aasan yahay Hindiya, a'imada qaar baa qabta. Waa waxaa jirtay warcelintii, haddaan idin sii daayo, waa waxaa jirtay Hindiyada laftigeeda la odhan jiray Hindustan. Hindustan iyo Pakistan unbaa jirtay. Hindustan maca Bangladesh wuxuu idil waxaa la odhan jiray Hindustan baa laisla odhan jiray, maca Sri Lanka way ku jirtay. Marka a'imada Ibnu Kathiir baa weliba aad maaragtay uga hadlay Hindustan. Markaa kadib baa waxaa la sameeyey India, Pakistan, Afghanistan, maxay Bangladesh, Sri Lanka, markaas bay samaysantay. Ilaan intii ka horreysay India unbay ahayd. Sri Lankana marka magacii ka horreeyay Sri Lanka la odhan jirin wuxuu ahaa Ceylon. Intaa baan ku keenayna insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.